والغريب انه الزمالك لم يعترض على التحكيم او يتكلم عنه. للاسف الشديد اللي اعترض على التحكيم واصدر بيان، انا من وجهه نظري يعني بيان يعني ليس في مصلحه الكره المصريه بصفه عامه. ان انت ايه؟ وفي بيان طلع؟ اه طبعا في بيان من النادي الاهلي، بيانات كتيره النهارده خلي بالك. انا عارف بس ما اعرفش لا قال ايه بقى؟ طبعا كان بيوجه يعني بي بي بيؤكد على احتفاظه بالحقوق بالنسبه للتصريح اللي قاله لحكم المباراه، بيعتبر ان هو يعني ان هو محاوله ان هو تقليل التوتر بتاع اللعيبه، اعتبره ان هو انحياز لنادي الزمالك. وكان الكل يعني انا ما اعرفش يعني انا يعني مع كامل احترامي لاداره النادي الاهلي، انا شايف ان هي الوحيده اللي شافت الكلام يعني على غير معناه الحقيقي. المعنى هقول لك حاجه، المعنى كان واضح تماما، الراجل بيقول لك اه. واي مدرب اي يعني اي حاجه يمكن في اي معسكر تحكيمي لما بيتكلم حكم يقول لك في مباراه في وقت بتتوتر طبعا، في بقى طبعا فريق جه داخل فيه جونين ولا ثلاثه، فلازم يبدا يبقى في شده اعصاب واللعيبه اللي زي كده. فهو لما يبدا يتكلم مع الطاقم بتاعه ان احنا خلاص لا دخلنا في مرحله ثانيه في المباراه، بيبدا بيتعب بيحاول يهدي اجواء المباراه زي كده، ده بقى يعني حكم ناجح، مش حكم ان هو اكد على ده تسيء تفسير ويتم تقويل تصريحاته المعنى تاني. بعد الثالث جه فيه الرابع وجه فيه الخامس، على اي اساس بقى حصل اللي بيتقال ده؟ لكن انا هقول لك حاجه بشكل امين بليغ، انت سمعت بنفسك نص الكلام اللي قاله الكابتن محمد عادل مع لا الكابتن شويه في الراديو؟ انا قريت التصريحات، انا سمعته والله ما في حاجه. طب انا ولا في اي صيغه بتاع خلي بالك المشكله، خلي بالك في الكابتن عصام، الكابتن وتحريف الكلام يعني لحظه بس، الكابتن عصام عبد الفتاح قبل حتى ما يعني هو الكابتن عصام برضه طلع بيان رد على النادي الاهلي، بس قبل البيان الاخير كابتن عصام عبد الفتاح انا سمعته في التصريحات بتاعته كان بيشيد بان هو نجاحه في ازاله توتر المباراه ده شيء يحسب للحكام مش ضدها طبعا. لكن للاسف الشديد هل نغمت مثلا الضغط على التحكيم هتبدا مبكرا؟ فكره انه السنه اللي فاتت ان هو ضغط ايه ده فريق فايز؟ ما انا بقول لك لا، ما هو مش للنهارده، مش للماتش ده، ده مش الماتش ده. ما انت شفت السنه اللي فاتت كان كل الكلام عن التحكيم واخطاء سبع التحكيم ضربات جزاء والكلام ده كله، وحتى التشكيك في الفار نفسه. ففكره استناد الفار ما شاء الله مع الكاميرات مع النقل المتميز مع خلاص عدد الكاميرات زاد، فبقى الفار يعني صريح واضح. طب ليه انت بتهاجم حكم ليس له اخطاء مؤثره؟ ما الهدف ان انت النهارده يعني انت سمعت في التصريحات بقول لك ان هو الحكم شوف يعني يعني لو حضرتك تقرا الجزئيه دي في البيان او لو انت سمعته بيقول لك ان الحكام لما بيروحوا لمعسكرات التحكيم في افريقيا فبقول لهم بيعلموا انتوا ما بتقدروش تديروا مباراه القمه. فشايف انت يعني الحكام المصريين اللي هم ما شاء الله بيديروا ماتشات يعني اصل الافارقه بيديروا مباريات الزمالك والاهلي نهائي افريقيا طبعا، فانت بتقول لهم ازاي كده ما بتقدرش يعني ايه الفرق؟ فانت لما تبقى توصل للحكم المصري لا، انت النهارده وانا سمعت تصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح قال لك انت ادعمني كحكم مصري، انت النهارده بتجاي لسه ثلاث جولات وبتهز ثقتك في التحكيم المصري، راجل فايز خمسه وبتكلم كده، امال بقيه الفرقه هتقول ايه؟ يعني انا عن نفسي موسم البدايه على التحكيم المصري النهارده كان العكس، يعني النهارده كان نقطه انطلاق جديده للحكام المصري وثقه للحكام المصري على الاداء المتميز ده تقدر تبني عليها طويل، لكن كل الاداء المتميز ده في تصريح انت اسات فهمه تبدا تهد في التحكيم المصري، وتخيل بقى النهار فريق فايز خمسه بيتكلم كده على التحكيم، تخيل بقى ايه شماعه التحكيم الفتره الجايه دي ممكن توصل لبين الفين. بص انا دايما ارى ان الكيانات الكبرى زي نادي الزمالك زي النادي الاهلي زي نادي الاسماعيلي لما يطلع منهم بيان وخصوص تصريحات حد قالها يعني بتمنى منهم انهم بس يسمعوها، لانه آفة العصر دلوقتي الاجتزاء، انك تاخد حته على هنا وتعمل عنوان مش عارف ايه. انا اختلف والناس معاك، لا تجري هي رساله مقصوده، لكن لازم هي رساله مقصوده. طب صمم يعني ليه هي رساله مش مقصوده، لان هو يعني انا مش عاوز ابالغ فيه بس ده يعني ست بليغ رساله تبالغ. للتحكيم لا يعني ايه الفتره الجايه الضغط هيبقى كتير، ده احنا فايزين وكده لا مش هنع... يعني ايه يعني انا يعني مش اسف انا معتبرها يعني انا من اداره الاهلي انا بعتبرها رساله تشكيك في التحكيم المصري مبكرا، ودي البيان ده ان شاء الله يبقى لنا قاعده تاني هتعرف توابعه بعدين لما اقول لك النهارده حصل كذا في الماتش اقول لك طب ما طبيعي النادي ده محمد عادل ولا من غير محمد لا من الانديه، اصل الكابتن محمد عادل نفسه من الانديه في اول مباراه في الدوري ادى طرد اليو ديانج بانذارين في كره الكل اجمع يعني انها طرد، والدليل انه تشوف جسم محمد الشامي متشرح تقريبا بالاسترزاط فقال لك لا اصله مش متعمد واداله انذار واحد
مش ضرب الخصم بدون كوره، اللي كان المفروض حسب ذاكرتي يعني انه يتوقف مباراتين، اللي هي المباراه الثانيه اللي كان فيها الزمالك اللي هو احرز هدفين. فلو انا كده المفروض بقى كان الزمالك يطلع بيان ضد الكابتن محمد عادل من البدايه اعترض عليه يعني. والله انا بقول لك يعني انا اتمنى انه يعني ليس عيبا يعني انه مجلس اداره الاهلي يعتذر ويقول ان احنا اسأنا في، انا بطالب بعمل بيان برضه، بطالب باعتبار يوم البيانات النهارده، بطالب ان اداره الاهلي بالاعتذار للتحكيم المصري بدل النهارده ما يطلع النهارده بيان اشاده بنجاح الحكام المصريين في اداره القمه. اخطاء دي ورده لكن المجمل العام نجح فيها، والنهارده اشاده تحكيم، اشاده نجاح للتحكيم المصري. ماتش مش سهل، ماتش فيه كام جون، ماتش فيه 8 اهداف، فده اشاده تحكيم النهارده. انت اعلى نتيجه في تاريخ المباراه، انت بتغتال النهارده بيان الاهلي هو اغتيال للتحكيم المصري، اغتيال واهدار حق للحكام المصريين اللي هم نجحوا في اداره القمه. عشان كده انا قريت تصريحات وكان بيني وبين الكابتن عصام عبد الفتاح تواصل، غضبان جدا. تمام انا بقول لك، وقال لك يعني فكره انه في الوقت اللي احنا بنعمل فيه فكره الحكم المصري انه احنا ندعمه يطلع كلام زي ده يهد اللي بيتعمل. انا شايفه ملوش غير عنوان واحد، اغتيال فرحه ونجاح التحكيم المصري، ما فعله النادي الاهلي في بيانه واغتيال لنجاح وفرحه التحكيم المصري. النهارده ده يعني يوم بتبني عليه، فانت بتهد نجاح حكام مصريين لاسباب يعني سوء فهم بيان. لا مش سوء فهم بيان، انت ليه غرض مقصود وهتظهر النتائج وهتكلم معاك فيه قدام الفتره اللي جايه. اتمنى اكون غلطان. وانا اتمنى كده برضه، بس انا واثق انا مش غلطان. طيب.